دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى المنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر. هنزور مجموعة فريدال صاحبة العلامة التجارية الشهيرة جدا في مصر والوطن العربي فريدا. هناك هنشوف تجربة مهمة جدا في رعاية أصحاب الموهبة. شاب اسمه مهند أحمد محمد، عمره 15 سنة، سباح في أول مشاركة دولية بعد رعاية مجموعة فريدال، فاز بخمس ميداليات في مسابقة كبرى في الإمارات. أيضا هنقابل نموذج يفرح، طفلة عمرها 13 سنة اسمها لوجين محمد. المجموعة حققت حلمها وبقى عندها علامة تجارية لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية. عمرها بقول لحضراتكم 13 سنة، لوجين محمد. خليكم معانا. تخيلوا حضراتكم لو كل مؤسسة ناجحة في مصر تبنت أصحاب الموهبة ودعمتهم وخضعوا من خلالها لبرامج التأهيل اللي بتساعدهم في تفجير أقصى طاقتهم الكامنة، وساعدت الشباب على بداية مشروع العمر ووثقت في قدراتهم على النجاح. بالتأكيد هنمتلك كتيبة من الشباب اللي يفرحوا. اللي قدام حضراتكم ده مهند أحمد محمد، سباح مصري عمره 15 سنة، وفي أول مشاركة دولية ليه في مسابقة سويمينج فور لايف في الإمارات فاز بخمس ميداليات، 3 فضة و2 برونز، وحلمه يبقى بطل سباحة أولمبي. والقمر اللي قدام حضراتكم دي اسمها لوجين محمد، عمرها 13 سنة، وبقت النهاردة صاحبة علامة تجارية اسمها لوجلين لمنتجات الشاور جل والبادي سبلاش والهرمس واللوشن، وتصنعت بأعلى جودة وبسعر منافس. وكل المنتجات من أول ريحة العطور اللي فيها لغاية عبوتها هي اللي فكرت فيها. اللي تبنى أحلام السباح مهند أحمد محمد 15 سنة ولوجين محمد 13 سنة هي مجموعة فريدال، عملاقة صناعة المعطرات والمنظفات والمطهرات والشاور جل ومزيلات الدهون وملمعات الأخشاب وغيرها، واللي بتمتلك حوالي 216 منتج في 16 عائلة بيصنعوها في 7 مصانع في مصر. وأسسها المهندس طارق أبو بكر رئيس مجموعة فريدال وصاحب العلامة التجارية الأشهر في مصر فريدا. تعالوا نقابله. المهندس طارق أبو بكر رئيس مجموعة فريدال وصاحب العلامة التجارية الأشهر في مصر. ربنا يكرمك يا أستاذ محمد. حضرتك إحنا النهاردة ما شاء الله 216 منتج في 16 عائلة. مظبوط. المعطرات والمطهرات والمنظفات والملمعات كل حاجة حلوة حضرتك قدرت تصنعها لنا هنا في مصر. إحنا كمان بنرعى مواهب وبندي أمل لناس عندهم الموهبة ان هم ممكن كمان يعملوا منتجات. ليه فكرنا في كده؟ امتى ابتدت الفكرة؟ انا خريج هندسة كيميائية جامعة القاهرة، فكانت العميدة بتاعت الكلية في الفترة دي هي كانت زميلتي، فكلمتني وقالت لي احنا بنعمل تبادل طلابي بين الطلبة بتوع كلية الهندسة قسم الهندسة الكيميائية وبعض الدول العربية، فهم يروح يتدربوا وبعدين احنا عايزين نشوف مكان كويس يتدرب فيه طلبة. وكان بداية كان من تونس والجزائر، وجات مجموعة استضفناهم وابتدينا ندربهم ازاي يعني مصنع، ازاي يصنع عطور، ازاي يصنع منتجات عطرية، ازاي يعني منتجات النظافة، وكل ابتدينا نعلمهم ازاي ان هم يعني ياخدوا الخبرة دي. وبعدين قلنا طب ليه ما ندربش طلبة بتوع الكلية هنا كلية الهندسة هندسة كيميائية، ابتدنا نجيب كل صيف مجموعة يبتدوا يعملوا تدريب عندنا، وكانوا بيعملوا لهم حفلة إعزاي، كان يدخلوا المعامل ومركز البحث والتطوير ويعملوا العطور بإيديهم والمخاز اللي فيها 350 ألف خام. مظبوط. يبتدوا يتعلموا الكلام ده كله، ابتدى الموضوع يتطور وابتدى النهاردة نشوف طب ما ليه ما نبتديش ندرب
حتى سن اقل من ده، اللي هم الناس الشباب الصغير اللي عايز يبقى كويس. فابتدينا نجيب ناس تتدرب جوه الشركه لغايه اخرهم كان الشهر اللي فات في فتره الصيف الاجازه بتاعتهم، بدل ما يقضوها في حاجه مش مفيده ان هم يجوا يتعلموا ويشوفوا الدنيا ماشيه ازاي، بنعلمهم بندخلهم الادارات المختلفه. فابتدينا بثلاث امثله، في منهم اتنين موجودين النهارده حضرتك هتقابلهم وانا بعتز بيهم جدا. فابتدينا نقي مين عنده طموح انه عايز ينجح. ابتدينا مع مهند، يعني لقينا ان هو غاوي سباحه، جسمه ما شاء الله، يعني لما حضرتك تشوفه يعني بالنسبه لسنه يعني شنها حاجه رياضي مظبوط. الفكره ان احنا يعني نصنع بطل هو عايز يبقى بطل، خد بالك حضرتك من الكلمه دي، الرغبه موجوده، الرغبه موجوده ودي اهم حاجه. لوجين 13 لقينا سنه لقينا فيها بقى المهند الاول عنده 15 سنه انا عارف كويس، وابتدى معانا وهو برضه في حدود 13 سنه. يعني النهارده لوجين هي عندها 13 سنه، لقينا فيها حته مش سنها بصراحه، هي عندها الحته الارتستيك الفنيه دي موجوده جوه دمها، فده لازم يكون حاجه موجوده الاول ان هي عشان تنجح. عندها اصرار وحب للمجال ده، هي مجال الكوزميتكس ومجال البرفيومز والكلام ده كله، لقينا ده جواها ولقينا عندها الاصرار برضو زي ما شفناها عند مهند ان هي تنجح. فابتدينا نتعاون معها ككل ادارات الشركه، وبرضو حطينا نادين هي اللي بترعاها في هذا الموضوع، وبرضو حضرتك هتقابل نادين ان هي تبتدي تطلع منتجات باسمها هي لوجلين. ايوه لوجلين كويس، هي دول جايه منين وكل المنتجات دي اللي قدامنا دي حوالي. اول منتجات عملناها معاها، وهي اللي اختارت كل حاجه، هي الافكار كلها اللي طالعه، حتى كل الحاجات النهارده ان هي تحطها على السوشيال ميديا هي كلها افكارها، سايبينها ان هي تطلع كل اللي جواها، واحنا دورنا ان احنا نساعدها في الحته البروفيشنال. بعد كده نبتدي نشوف بقى ندخل معاها في التسويق، هتسوق الكلام ده ازاي لغايه لما تتعود وتتعلم اونلاين، ولا هيبقى في صيدليات ولا في فروع فريدال او فريدا. ما هو البدايه ان احنا ندخلها مع عملاء بتوعنا احنا، فاسهل حاجه بالنسبه لها اللي هي الاونلاين، لان الاونلاين هي بتطلب منها ما عندهاش وسيله انها توصل المنتج للمستهلك. يعني بتصنع في فريدال وتاخد عملاء فريدال، دي يعني مش هتاخد نجاح صح طبعا، ان هي هتستخدم عملاء فريدال. ايوه بالظبط. وطبعا يعني انا شايف لها مستقبل كبير جدا، زي ما انا شايف المهند ان شاء الله مهند طبعا يعني يوصل لحاجه كويسه في الرياضه. انا شايف ان هي يعني هتبقى مثال لسيده اعمال ناجحه موجوده في مصر. نتكلم بقى عن المفاجاه. اول معجون مصري تمام يوازي المنتجات العالميه اللي بتجي لنا هنا في مصر. تمام. صح ولا لا؟ تمام. خبره فريدال فليكرز دنت. طيب احكي لنا بقى المنتج ده، التحدي ده دخلته ليه بقى؟ الفكره ان احنا ليه دخلنا في هذا الموضوع؟ ده بناء عن طلب مستهلكين كتير جدا. هو حاجه بالنسبه لنا جديده، لكن احنا مش متعودين نطلع حاجه بجوده ما بتنافسش اي جوده في العالم يعني. في نفس الوقت احنا بنبص ان لازم يكون السعر بتاعنا مناسب لكل فئات الشعب الموجوده. في نفس الوقت برضو الدول اللي احنا بنصدر لها حصل منها طلب على هذا المنتج. فان شاء الله اخر شهرنا هيكون المنتج موجود في السوق، وهنعمل حمله دعائيه حلوه عشان الناس تعرف عليها. ديكرز دنت ده نسبه المكون المحلي فيه قد ايه؟ هو 75%. انا برضو عايز افهم ايه ده. ده حضرتك ده لسه في طور التجارب، انا جايبه لبحث التطوير. زيت او مجموعه زيوت كتير جدا تمام محطوطه بخبره فريدال، والزيت مجرد ما بتحطه على ايدك بيجف، تحطه على الشعر ما يجف، ما يلزقش الشعر. صح. ده ايه؟ ده مجموعه من الزيوت من انتاج الشركه عندنا، وهي بلند طبعا قسم البحوث والتطوير عندنا اشتغل عليها بحيث انها تلبي الاحتياجات المطلوبه. اولا ما فيش حد بيحب يمشي ويحس ان شعره مزيت. ايوه يعني ايه زيت ما يعني ايه زيت ما يزيتش الشعر؟ هو 100% زيت، عشان بس ما حدش يقول عليه اضافات. أيوة معينه. لا، ان ممكن الناس تحط حاجات تانية عشان ما تزيدش. لا، ده 100% هي زيوت. كويس. الفكره التانية ان هي ايه اللي احنا عايزينه في الشعر؟ ان هو يبقى ناعم، يتسرح كويس، ما هيش يبتدي الفروه تبقى غنيه وتبتدي تطلع
بات للشعر تاني ان هي تدي لمعان يعني كل ما هو مطلوب يعني نأمل ان شاء الله شعر صحي صحي 100% صح كده. والزيت ده بيمشي للشعر الجاف والشعر الدهني الاثنين يعني احنا عملنا تجارب على الناس اللي شعرها دهني وشعرها جاف والاثنين جابوا نتيجه هايله. ينزل امتى السوق المحلي ده ويتحول من اطار البحث والتطوير شهرين باذن الله باذن الله شهرين يكون في السوق. طبعا كان لازم يعني الطاقه الانتاجيه بتاعتنا كانت هي العائق خلال السنه اللي فاتت لان حصل طفره كبيره قوي في المبيعات بتاعتنا. فاحنا الحمد لله يعني احنا اشترينا اوريدي مصنعين والمكن بيجي وفي مكن بيركب ومكن جاي في الطريق عشان نقدر يبقى عندنا الطاقه اعلى شويه عشان نقدر ان احنا نطلع منتجات جديده ونقدر نوفي بالطلبات بتاعتنا اللي موجوده في السوق. كده ما شاء الله في ريدال هتبقى حوالي 9 مصانع في مصر صح كده؟ ان شاء الله. كلهم متخصصين في منتجات المعطرات والمطهرات والمنظفات والزيوت العطريه والنباتات الطبيه والصناعات الغذائيه كل الخضروات المجففه. النهارده زي ما قلت لحضرتك المره اللي فاتت احنا برضو داخلين النهارده احنا بننتج. امتى هتنزل السوق المحلي؟ انهي اللي تنزل؟ بالخضار المجفف. هو الخضار المجفف والعسل وزيت الزيتون وال تعمل منتج شديد الرقي. كل الحاجات دي ان شاء الله يعني بتوضب لها دلوقتي تنزل خلال شهر شهرين تبقى في السوق باذن الله. احنا بنصدر لكام دوله النهارده؟ احنا بنصدر كنا السنه اللي فاتت 26 دوله في 4 زادوا عليهم تاني خلال 26 وان شاء الله باذن الله يعني ربنا وفقنا نوصل 40 على اخر السنه. احنا في اتصالات بدول كتير والحمد لله ان في طلب بيتزايد على التصدير على المنتجات بتاعتنا يعني. دلوقتي هنقابل الجميلة لوجين محمد 13 سنة وهي صاحبة العلامة التجارية لوجيلين واللي صنعت منتجاتها في مصانع فريدال بعد تبني أفكارها في التصنيع. خليني أسألك بقى على منتجاتك، عملتيها إزاي وفكرت ليه في الموضوع ده ومن إمتى وأنت بتفكري لازم يبقى عندي منتج؟ أنت النهاردة صاحبة علامة تجارية اسمها لوجيلين صح كده؟ صح. جبت الاسم ده منين؟ هو انا يعني عملت ميكس ما بين اسمي واسم اختي عشان ما كنتش عايزه اللي هو انا كنت عايزاه يبقى زي انا واختي، مش كنتش عايزه ابقى لوحدي. يا رب تبقي زي الاختين يا رب ونشوفك كده على مستوى العالم ان شاء الله. طيب لوجين واختك اسمها ايه؟ لينا. فجمعتيهم الاثنين لوجي لينا. شاطره برافو عليكي. حلو ده يبين قد انت بتختاري او بتفكري في كل حاجه بتعمليها. وليه المنتجات بقى فكرت فيها ازاي؟ يعني انا من زمان قوي 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 وانا عامه بحب الكوزماتكس البادي سبلاش بالذات البرفيومز والروائح وكده يعني بحب اعملهم، بس يعني ما كانش فيه ماتيريالز ما كانش فيه اي حاجه. فبالصدفه كنا كلنا وانكل طارق كلنا كنا مع بعض فكنا بنتكلم ان انا عايزه اعمل كوزماتكس ونفسي وكده، فقال لي خلاص يلا احنا نبدا اون براند. فقلت له ماشي وبعدين مشينا وقعدنا فتره ما نتكلمش في الموضوع ده. بعدين اتكلمنا بقى ماسنجر واتفقنا. بابي وماما شجعوكي ولا لا؟ ايوه هما كانوا بيشجعوني قوي قوي. تمام. فالمهم اتفقنا وقلنا يلا وخلاص، ومره في مره في مره وبقينا بنروح ونتفق لحد ما خلصنا البراند. اخترتي منتجاتك وروائحها ازاي؟ انا عامه ما كنتش عايزه، انا بساعات ممكن اخطر ايدج معين لكن عايزه يكون عايزه يبقى فيه روايح لكل الاذواق وكل ايدج يبقى عنده اللي بيحب الحاجات التقيله يلاقي. فعملت تنوع في الروايح ان ما تبقاش ولا ريحه شبه التانيه، لا كلهم مختلفين عن بعض، كل واحده كلهم حلوين بس كل واحده ليها ريحه معينه وكل واحدة هتناسب ذوق معين عشان يبقى فيه برودكتس تعجب كل الناس. احكي لي بقى منتجاتك، احكي لي عملت ايه، ايه المنتجات اللي عندك النهاردة؟ عندنا شاور جل، بودي لوشن، بودي سبلاش، وهيرمست. وكلهم اللي بيميزهم ان مثلا البودي سبلاش معروف عنه ان هو فيه كحوليات كتير، والكحوليات معروف عنها ان هي عامة لو اتحطت على الجلد لا بتنشف. فاحنا عملنا النهارده ان البادي سبلاش بتاعنا فيه انجريدينتس مرطبه عامه يعني بتعمل مونسترايزيشن للجلد وفيه جلسرين، وان الروائح عندنا ثابته مش البادي سبلاش معروف عنه ان هو اخف من البرفيوم، لا احنا الروائح عندنا مش بتطير، الروائح عندنا بتثبت ممكن تقعد مثلا في رينج 16 ساعه في الهدوم وممكن اكتر. فالروائح عندنا ثابته
البادي لوشن حطينا فيه حاجات كتير قوي، زبادي كتير قوي، شيا باتر حطينا فيه، جوجوبا اويل، وبرده الهيرمست ما عملناهوش، عملناه بفورمولا مختلفه ان هو ما فيهوش كحول خالص، عشان هو مست، فالمنتج ان هو ساعات بيبقى فيه نسبه كحول بس قليله، لا احنا عندنا نسبه الكحول يعني قليله جدا جدا، وفي مواد مرطبه، وفي نفس الوقت في الوفيرا اويل، فالالوفيرا اويل بتغذي الفروه، وفي نفس الوقت برضو يعني بتساعد ان الفروه تبقى صحيه. والشاور جل عندنا مش بينشف الجلد، برضو داخل فيه مواد بتعمل مونسترايزيشن، وفي نفس الوقت بينظف الجلد كويس قوي. السعر دخلت فيه؟ اه. ازاي؟ احنا عامه دلوقتي كل اللي بيقدم بالكواليتي دي بيبقى اعلى من سعرنا، واحنا كنا عايزين حاجه افوردبل في نفس الوقت اللي كل الفئات كله يعرف يشتريها، ما تبقاش غاليه، بحيث ان هو يقدر لو حد عايز يجرب من عندنا ست كامله، الست عندنا سعرها كويس، وفي نفس الوقت حد عايز يجرب كذا حاجه ما نحصلوش ان هو يبقى في برودكت واحد بس كده ويمشي، وممكن كمان اللي معاه ما يجيبش. ده احنا كنا عايزين افوردبل لكل الناس ان هي تعرف تشتري. اللي قدام حضراتكم دي اسمها نادين مدحت، اخصائيه تسويق في مجموعه فريدال، وهي اللي اشتغلت على افكار لوجين وحولتها لمنتجات حقيقيه. مجهود كبير فعلا. استاذه نادين مدحت، حضرتك اخصائيه تسويق في فريدال. مظبوط. وكنت مسؤوله مسؤوليه كامله عن لوجين. مظبوط. صاحبه العلامه التجاريه لوجلين. مظبوط. عملتي ده معاها ازاي؟ هي صراحة لوجين أول ما جت لنا، أول ما باشمهندس طارق عرفها علينا، هي كان عندها فكرة هي عايزة تطبقها، بس إحنا كان دورنا معاها إن إحنا بنوجهها إزاي تطبق فكرتها ديت، إزاي تطلعها للنور، بنوجهها إزاي تعمل بداية من خطة، بتعمل ماركت ستادي أو دراسة للسوق، تشوف المنتجات اللي موجودة أسعارها إيه، هي دايركشن بتاعتها، اتجاه الروايح، الاتجاه كله ماشي ازاي. هي كانت انفولد معنا، هي كانت مشتركة معنا في كل خطوة من البداية، من الفكرة لحد ما المنتج طلع، من اول اللوجو طلعنا لها كذا اوبشن عشان تشوفهم، هي اختارت دوت واحنا مشينا مع اختيارها، بعد كده وصلنا للشكل الازايز هي اللي مختاراها، احنا بس كنا بنحاول نوجهها ان هو طب احنا لو ديت او دي فهي اللي تختار انهي. بس احنا بس من ناحيه كمثلا تصنيعيه، كناحيه شكل، لو نحاول بس نوجه تفكيرها. عدتوها نفسيا ازاي لاول مواجهه ليها مع الجمهور من خلال معرض هيتعمل في النادي الاهلي؟ احنا حبينا ان هو ما يبقاش معرض كبير، احنا نازلين نادي الاهلي لمده 3 ايام، خميس جمعه سبت، حبينا ان هي نديها دعم من فريدا، ان احنا هنكون موجودين معاها كفريدة جنب البراند بتاعتها، كسبورت ليها كاخت كبيره واقفه مع اختها الصغيره، قابلتها بقى عشان ولا اختها الصغيره ان هي واقفين جنبها، واقفين معاها، لان الناس لو هتيجي لفريدة فهي هتشوف بالتبعيه. بجد اتمنى كل الناس اللي هتزور المعرض ده، اسمه معرض ايه؟ هو معرض تريو بازار. اسمه تريو بازار. تريو بازار. نقول كلمة حلوة، نشجع البنت توافق هناك، كل كلمة حلوة هتتقال احنا بنبني علامة تجارية مصرية ناجحة جدا، صح ولا لا الكلام ده؟ اكيد طبعا، لان احنا مختارين الحاجة، او لوجين نديها برضو حقها، هي مختارة كل حاجة وكانت انفولفت كل حاجة، ان هي الحاجة تبقى الكواليتي بتاعتها عالية، الكواليتي، الروايح ثابتة، حتى الهيرمس، وسعرها منافس قوي، والسعر طبعا منافس. تعالوا بقى نتعرف على بطل السباحة المصري مهند أحمد محمد، 15 سنة، وهنعرف إزاي فاز برعاية فريدال لموهبته، وليه أمنوا بيه وبيساعدوه للوصول لمنصة التتويج الأولمبي. مهند أحمد محمد، ما شاء الله عليك، في أول مشاركة دولية 5 ميداليات، 3 فضة و2 برونز. المشاركة كانت في بطولة كبيرة جدا، سويمينج فور لايف، دي في الإمارات. كان مشارك معاك كام سباح؟ حوالي 600 سباح. من كام دولة؟ 80. أنت بتحلم تبقى بطل أولمبي، والمهندس طارق أبو بكر شاف فيك البطل الأولمبي ده، فبدأت الرعاية لحضرتك. حياتك اتغيرت إزاي؟ عايز أعرف تدخله في تفاصيل حياتك إزاي؟ أنت قلت لي كده في البداية، نظموا كل حاجة من أول التمرين السباحة لحد المنتال،
احنا بدأنا الأول بتمرين السباحة، احنا مع كابتن كويس يعني تقيل في مصر. وبرضه يعني نظموا تدريباتك؟ تدريباتي يعني. اسلوب التغذية، اسلوب الحياة، صح كده؟ ايوه صح كده. حصل. اترشحت ازاي لبطولة سويمنج فور لايف؟ هو عن طريق الكابتن بتاعي في التمرين. جه راح نادي ايه؟ نادي الترسانة. نادي الترسانة، تمام. جه راح قال اسلام وقال للشركة يعني ان ايه في بطولة بره، وهم طبعا ما رفضوش الموضوع ده، وشاركنا في البطولة وحققنا الحمد لله 5 ميداليات. يعني ايه تحديد 600 لاعب دي؟ كانت المنافسه عامله ازاي؟ المنافسه لا كانت قويه، بس طبعا فرق كبير جدا ما بين بطولات بره وجوه مصر، لان بره مصر البطولات منظمه اكتر من جوه مصر بشكل كبير يعني. فده يعني ده ليه جزء كبير بالنسبه اللي انا حققته يعني هناك. رجعنا واحنا واخدين معانا 5 ميداليات، 3 فضيه و2 برونز في مسابقه دوليه او بطوله دوليه. محليا بقى هتعمل ايه؟ داخل بطولة الجمهورية صح ولا لا؟ احنا مترجتين البطولة اللي جاية ان شاء الله اللي هي في شهر 11 الجمهورية، نحقق حاجة كويسة ان شاء الله. مركز أول ان شاء الله اكيد. المهندس اسلام سعيد هو مدير توكيد الجودة في مجموعة فريدال، ومسؤول ملف رعاية المواهب في الشركة. بجد بيعيد تأهيلهم فنيا وبدنيا ونفسيا، ركزوا معاه. مهندس اسلام سعيد، حضرتك بتدير النهارده ملف رعايه المواهب في مجموعه فريدال. خليني اقول لك على حاجه. السؤال الاول، ازاي قدرت تتحول مهند احمد محمد الى الجندي مقاتل سباح اول مهند احمد محمد؟ حولته كده ازاي؟ الفكره في ان احنا نصنع بطل كان هو تحدي كبير جدا، لان انت بتشتغل على اكتر من جانب نفسي، وده اللي بدانا فيه، بان احنا نشوف حد متخصص كاعداد نفسي ان هو يشتغل معاه، ان هو يخليه دايما يعني دايما جواه طاقه ودافع ايجابي بان هو فعلا يقدر يحقق اللي هو بيحلم بيه. بعد كده احنا غيرنا يعني المدرب بتاعه، وهو كان مع مدرب كويس قبل ما احنا نرعاه، فضلنا مكملين مع المدرب بتاعه، لان الحقيقه هو من احسن مدربين السباحه موجودين في مصر. اهتمينا بالجزء الثالث، الجزء البدني، وده الحقيقه اللي مهند اصلا مميز فيه. ما شاء الله هو طوله وجسمه فارق جدا طبعا، وده من صفاته ومن اهم مميزاته. 15 سنه نهائي يعني ما شاء الله يعني. بالظبط. مهند عنده تكنيك جيد جدا في السباحه، قدرنا ان احنا نطور فيه ونخليه كسر كل ارقامه في السباقات اللي هو كان بيشارك فيها قبل كده. وبعد 4 شهور من اعدادنا ليه قدرنا نشارك في بطوله هي الاهم في دوله الامارات، مشارك فيها اكتر من 80 جنسيه واكتر من 600 سباح. الحقيقه احنا كنا يعني اتفاجئنا كلنا بالاداء. هو كنت بتسمع وانت في المدرجات؟ يعني لا، هو اول حاجه التنظيم كان رائع جدا. لا يعني كل اللي كان بيشارك، وطبعا بيشوف على مصر قدام اسمه مهند، وخصوصا المصريين هناك، فكانوا بينبهروا بالتكنيك بتاعه. يعني صناعه بطل بتصرف كتير؟ صناعه بطل اولمبي؟ هو الحقيقه احنا ما كناش باصين للمصاريف على قد ما احنا باصين. بتصرف كتير؟ ده السؤال. يعني لا، هي احنا ما بنقس كتير، وشويه يعني اعادته وتاهيله بدنيا ونفسيا، ومسيطر على التغذيه بتاعته. الموضوع كان معانا كان معتمد تماما على قدرته في ان هو فعلا ان هو يفضل مكمل على اللي احنا مخصصينه، ان هو الحقيقه في عز الشتاء بيصحى الساعه 4 الفجر لنفسه. الحمد لله احنا وصلنا نتيجه دلوقتي، الارقام بتاعتنا تؤهلنا ان احنا ناخد جمهوريه ان شاء الله باذن الله. وان احنا نشارك في بطولات دوليه، وفي لستة كبيره من البطولات ان شاء الله هنبدا نشارك فيها الفتره الجايه، هتاهلنا ان مهند ان شاء الله يبقى في يوم من الايام نقعد زي دلوقتي ونقول ان هو سباح اولمبي، كسر ارقام بتاع سباحين كتير في العالم. مهند وزياد ولوجين اصحاب مواهب وقدرات حقيقيه، وبيمتلكوا الشغف والاصرار على النجاح، وده السر تفوقهم واحد اهم اسباب تبني مجموعة فريدال لمواهبهم. ربنا يوفقهم.
تشاهدون بعد قليل. When it comes to Schneider Electric Egypt, Schneider Electric Egypt is there for 37 years. نقدر نقول هو بيتلقى الأمر مني وينفذه حرفيا. بالضبط.